رحمة الله، هذه من الحلقات اللي كنقدم لكم في قناتي، قناة تنظيم وطبخ وتدبير تفرحهم البنين. اليوم ونزولا عند رغبة ياسر من الطفيات المبتدئات في الطبخ اللي طلبوني قبالة على أني نعطيهم تفاصيل بسيطة ديال الطياب اللي ما لأنهم كيف كيقولوا لي، خصوصا صديقة القناة الوفية الأخت مريم اللي طلبتني تفاصيل مفصلة دقيقة على طياب الطاجين ديال الخضرة العادي جدا، لأنها كيف كتقول عن كان عندها عذر ديال القراية، رغم أن القراية ما هي عذر عنك ما تتعلمي الكوزينة، لأن المرة كيف ما لحقت وفين ما وصلت في القراية، ولا وصلت في الثقافة، ولا وصلت في الميدان العمل، كتبقى امرأة وكتبقى يالتها تعود ملمة بالأمور. غير هذا لا يعني إلا أن فاتك الوقت، ولا على أن الوقت مازال إن شاء الله تداركيه، ومازلت إلا تعلمين، خاصة لا تعود الرغبة والعزيمة لنا والقضاء لله. إن شاء الله الرحمن الرحيم، هاد الحلقة هذه اللي نتكلم لكم عن تفاصيل طاجين ديال الخضرة العادي جدا نزولا عند رغبة الطفيلات، وانتظروا مني إن شاء الله الرحمن الرحيم في حلقات قادمة إلى بإذن الله لتفاصيل تفاصيل ديال بعض الوصفات البسيطة، بعض الوصفات البسيطة إن شاء الله الرحمن الرحيم اللي طلبوها مني الطفيلات، بما فيهم خبز الدار إلى غير ذلك. إن شاء الله الرحمن الرحيم تابعوا معايا الحلقة باش تشوفوا تفاصيل الطاجين هذا ديال الخضرة العادي جدا. أول خطوة غنمشي معكم خطوة خطوة نزولا عند رغبتكم. أول خطوة هي كندير الحين في الطاجين ونعدل القوام، شوي الملح بالنسبة للطفلة اللي سولتني على الكمون. الكمون ما كيجي في المرقة نهائيا، ما كيجي في المرقة لا في الطاجين ولا في القميلة. شوي ديال السكنجبير، شوي ديال التحميرة أو البابريكا، شوي ديال الخرقوم او الكركم، الخرقوم البلدي، وواحد شوي ديال الابزار. انا ما قريتو فعليا، ندير الابزار، هذا النوع ديال الابزار، شوي ديال الابزار صافي. ندير شوي ديال زيت الزيتون، شوي ديال زيت المائدة، ولي نخلي هاد اللحم هذا في هاد التوابل اللي ترقد شوي من بين ما نقطع الخضرة. صافي نغطي الطاجين ونخليه بلا ما نقدي عليه حتى نقطع الخضره ونرجع لكم. دابا مباشره تمي فوتنا شوي هذا اللحم مرقد في هاد لاماغيناد هذه، ليه نقدو عليه واحد شوي يتشحر من بين ما نقطعوا البصله ونضيفوها عليه. مباشره منين نقلنا اللحم كنضيفوا البصله، تقريبا عدلت انا هون بصله ونص، صافي كنحاولوا هاد البصله نسطفوها لتحت، كنخلو شي منها ملي نديرو الخضره، ملي نعدلو الخضره باش تتلصنا الطعمه في الخضره، وقدو التركه ياكلوها وقدو اهل الدار ياكلوها الى غير ذلك. دابا هاي فرشناها ها شويه ديال البصله من تحت، شوي فرشناها اللحم باش ترفد عنه شويه ديال النار. بالنسبه للحم القياس ديال كل وحده تعدل قياس، مباشره كنستف الخضره اللي نعدل الخضره ديجا انا عدلتها، سمحوا لي واحد شويه ديال القزبر نقطعو، نقطع واحد شويه ديال القزبر،
بالنسبه للطفله اللي قالت لي لان الطاجين دائما كينحرق لها، الطاجين ملي كتغطس عليه النار طبيعي غادي هذا طبيعي غادي ينحرق لك. بالنسبه للخضره، اي خضره بغيتي تعدي الطاجين تعدي. انا كيف شفتو هون معدله الكورجيت والدنجال والجزر، لان عندي اطفال وباغيتهم ياكلوا الخضره كامله. كتقطعيها هكا صغيره باش يدخلها الطياب بالعجله، وباش تنسم بهذاك القوام وهذوك التوابل اللي درنا في الطاجين والبسطه. انا غنسلت في هذه الخضره نكملها ونرجع لكم باش تشوفوا الخطوه الثانيه. الخطوه الثانيه عقب ما ستفنا الخضره، قلنا الخضره اختياريه، اي شخص اي وحده دير الخضره اللي كتبغي وكياكل ولادها ولا كتوكل هي. ممكن جدا تعدل اي جلبانه اللي بغات الخضره اللي بغات تعدلها. انا اللي نعدلها هي الخضره هذه، كيبغوها للاطفال بحال هكا مباشره عقب منين. بالنسبه للاخت مريم اللي كتسول على الطاجين بتفاصيل المدققه، بالنسبه لكم نتوما شخصين حبه واحده من كل من كل الخضره كافيتكم باش تعدلوا طاجين ديال شخصين. وبالنسبه للبصل، بصله كبيره قادتكم ديري نصها مع تعدلي نصها مع اللحم ونصها فوق الخضره بحال هكا. الخطوه الثانيه الطفيلات، انا دائما كنتكلم مع المبتدئات، الطاجين الا مشيتي لين قفلتيه ما تليتي تفتحيه المدة ديال 20 دقيقة حتى 30 دقيقة. علاش؟ لأن الطاجين كيطيب بالبخار، الخضرة كطيب بالبخار بالبخار ب ملي كنغمو عليها بالمغطية ديال الطاجين، هذاك ما كيخلي الكوروندير يدخل سمو، ما كيخلي الكوروندير يدخل للطاجين، وهذاك الزمت ديال المغطية ديال الطاجين هي اللي كتخلي الخضرة تطيب بالشور عليها على البخار. داكشي علاش منين كنجبدوا، علاش قالت مريم، لان قالت لي مريم لانها في البلاصه كتفتح الطاجين تجبع عليه بحال الكميله. لا، الطاجين مو كيف الكميله، الكميله ممكن نجبع عليها في اي وقت، نزيدها الماء، نقص لها، نضيف لها الخضره الى غير ذلك. بالنسبه للطاجين لا، قالت عن الطاجين البطاطا ديالو كتجي قاسيه حجره ما كطيب، علاه؟ به هذاك الساعه كتجبع عليه. خاصك الطاجين ستفتي فيه الخضره، عدلتي فيه مسائل كامل، صافي قفلتيه، ما تليتي تجبعي عليه الين تحسي على ان الخضره طابت ودخلها الطياب مزيان. ما هو لانها طابت، دخل يعود دخلها الطياب مزيان. اما انك تجبعي عليها مزالت خضره، صدقيني في البلاصه اللي تعود لك حجره او ما تطيب ويبسال لك الطاجين يعود ماسخ. اذا انا هون درت البصله، يكفيني نستف بطاطا ونقفل الطاجين. اذا مباشره من قطعت بطاطا كنقطعوها بهذا القياس هذا. بالنسبه بطاطا قطعيها بالطريقه اللي بغيتي، غير هي على انك ما تنساي على ان بطاطا الا مشيتي لين فتحتي على الطاجين مازال ما دخلها الطياب راهي مات لا تطيب. صافي كنقطعوا قياسي البطاطا. بالنسبه للقياس ديال شخصين كيف قالت الاخت مريم باغيه التفاصيل، حبتين ديال البطاطا تمويان قادينكم في طاجين ديال رقاجين ديال شخصين. كنتمنى نعود الاخت مريم حطيت لها كلشي المسائل اللي بغات طاجين. الله يحسن العون الطفيلات كيكونوا ملتهيات في القرايه والمطبخ ما كيدخلوه كاين اللي مهنيهم من المطبخ. منين كتخيم كتوحل ما كتعرف تعدل شي. انا هون ان شاء الله الرحمن الرحيم نزولا عند رغبتهم ان شاء الله غنمشي معاهم خطوه خطوه في هاد المسائل هذه وفي هاد الاطباق البسيطه اللي المبتدئات، غنمشي معاكم خطوه خطوه. صافي درت هون واحد شويه ديال مطيشه، وليه نعدل واحد شويه ديال القزبور والمعدنوس، نشتتهم هكذا فوق الخضره من الفوق. وانا كنقطع وانا كنشتت صافي. واحد شويه ديال الملح الخضره الفوقانيه، شويه ديال الملح. وبالنسبه لهذا المنسمات، كاين اللي يبغي يطرح الزيتون فوق، غير الزيتون والحامض والحار اللي بغى يدير الحار، كيخلي حتى كيطيب هذا حتى كيدخل الطياب كيدخل الطاجين واحد نص ساعه تقريبا 30 دقيقه الى 35 دقيقه. يا كيعود يعود يضيف الزيتون، لان الزيتون ملي كتحطيه فوق الخضره مازال اخضر، ولا الحامض كيقسيها، لان ذاك النوع من الحوامض كيقصوا الخضره ما فات طابت.
صافي لهين انا هذا اللي نكتفي بالطاجين بهكا لهين. كاين واحد التريك كنعدلو، حنا نعطيو لكم غري التريك كنعدل هو هذا. كنقبض واحد العود ديال القطبان وكندخلو في الطاجين هكذا من التحت حتى كيدرك تماما. هذا كيرفد لي شويه الخضره اللي لتحت واللحم باش يتنفس الطاجين وما يغرالي وما ينحرق. ملي كنبغي نحط مباشره كنجيو كنقلعو بسهوله. مساله ثانيه كنقبض كوتشاره صغيره ساد ما طرحت الطاجين، كنتاكد على ان الطاجين مغطيت الطاجين على انها قد الطاجين تماما، ما كتبقى مقهيه قباله والله هذا، لانه الا كان مقهي قباله كيخبط البرد ديك الخضره وما كطيب. اذا اللي نغطي الطاجين بحال هاك حتى كنحس على ان الطاجين كامل تغطى لي، بقات المغطايه لاصقه مع الطاجين. وكنقبض واحد الكوتشاره شوي بحال هاك، هذه كنخلي الطاجين كيتنفس داك المرقه اللي هي طلص ما تنكب عليا وتخسر عليا الطاجين. صافي الخطوه الثانيه هي اني كنقص عليه قباله، كنقص عليه خليه يطيب على خاطره، كنقص عليه قباله النار ولا عاد نديرو فوق الفاخر، كنقدي فاخره وحده ونخليها وهي ماشيه كتقدي وهو كيطيب. اذا هذه هي الطريقه منين يطيب ان شاء الله الرحمن الرحيم. كنتمنى نعود جميع النصائح عطيتهم لكم، ما نسيت حتى شي حاجه ولا غفلت شي حاجه ان شاء الله الرحمن الرحيم راني نقولها لكم. انا غنخلي الطاجين يطيب ونمشي نعدل المساله الثانيه. منين طاب الطاجين نص طيبه كيف شفتوا مزال فيه المرقه وبطاطا هون طابت مثل اللي هي خسر عليها شي الا فتحناه شفتوها راكمه. هذه الفتره هذه اللي كنزيدوا فيها الزيتون، نزيدوا فيها الحار اللي بغينا نديروه، نزيدوا الحار المصير اللي بغينا نضيفوه. المهم دوك الاضافات اللي قلت لكم كنزيدوهم في هذه المرحله. انا اللي نغطيه نرجع نغطيه ونخليه يلين يمص لي ويعود لي ينزر الماء والمرقه وتعود المرقه خاثره وواقفه. الطاجين الخضراء اللي عدلت معاكم اليوم هو هذا. كنتمنى الاخت مريم نعود حطيت لها جميع التفاصيل ولي تخيك ديال الطاجين ناجح، ما بقالي الا نقلع هذاك الكيو هذاك اسمه اللي عدلت معاكم في البدايه. صافي خصني غير نقلعو ونقدمه بالصحه والراحه. ممكن اضافه زيت الزيتون، قطرات ديال زيت الزيتون كيعطينا واحد النكهه واحد طيبه للطاجين رائعه. كنضيفوا دوك قطرات الزيت الزيتون في محد الطاجين مزال حامي. صافي كنقدموه بالصحه والراحه. كنتمنى الحلقه ديال اليوم تعود نالت اعجابكم واستفدتوا من هاي الطفيلات المبتدئات اللي قالوا عنكم اللي قلتوا عنكم فيكم لي الله مقبلات على الزواج من عقب رمضان ان شاء الله. الله يصبرك الطفيلات واللي انخطبت الله يكمل عليها بالخير، واللي تخيمت الله يسهل الامور ان شاء الله بالرفاء والبنين، واللي ما فات انخطبت الله يعمل مولانا يزين السعد ان شاء الله ويعطينا ويعطيكم اللي ما نتعاقبوا معاه. واني بكم هذه هي الحلقه ديال اليوم، الى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله. مثلا نسيت ما قلتها لكم هون نشير لها، بالنسبه للطفيلات اللي مكيفنهم شراو طاجين جديد ما ينساو يزوروا الفيديو اللي عدلت كيفاش تتعاملي مع الطاجين من اول مره، كيفاش تغسليه، كيفاش ترديه تطيعيه وترديه يعود يطيب وما يلصق. غنخلي لكم في صندوق الوصف رابط الفيديو ان شاء الله الرحمن الرحيم. واحسن حاجه اللي كنشوفها انا زينه فين ما مشيت لشي مدينه ودخلت القهوه تغديت فيها ولا تعشيت فيها بالطاجين، الا وكان شري الطاجين ديال القهاوي الطفيلات ننصحكم بهم، كيكونوا طايعين وقدام عندهم. شوفوا غير شي طاجين يكون قديم ما يعود جديد طلبيه من النادل وتشريه واخا تزايد واحد دراهم معدوده زايده، غير معليش كتخدمي به منذ المره الاولى، يعني ما كتحتاجي هذوك الايام ديال 4 ايام سيمانه وانت مرغنتي في الماء وحك منها الى غير ذلك. والحاجه اللي معدله مولي في اليد ومعدله بليد ومعدله في الدار ما كاين احسن منها. واني بكم.